تأملت جميع الخيول المشاهدين المتابعين الكرام فتحت البوابات لشوطنا الخامس لمسافة الميل. نرى الصدارة في هذه اللحظات، النسيم الرايف يتصدر مشاهدين الكرام المنضم من قائمة الاحتياط، النسيم الرايف في صدارة هذه المجموعة، ومع مع زاهي يتواجد ايضا ضمن المجموعه، لزاز يتواجد، لزاد، ريتشارد، عمار بن عبد الرحيم ايضا في ثالث المراكز. هناك نرى القاهر يتواجد مشاهدينا الكرام، القاهر في ثالث المراكز، بشار من الجهه الخارجيه، اذا بشار، ولا يزال النسيم الرايف يتواجد مشاهدينا الكرام، مع يوسف العجمي لا يزال متصدر، ريتشارد في ثاني المراكز، وهناك ايضا القاهر احد المرشحين، القاهر في ثالث المراكز، بشار يتواجد، العزة الان بدأت تتقدم مع اسماعيل كينكو، ولكن معتزة مسقط ايضا تتواجد، حسان ضمن المجموعة، والنسيم الرايف المنضم من قائمة الاحتياط لا يزال متصدر، القاهر بدأ يندفع، بشار في ثالث المراكز، الا أن العزة أيضا بدأت تندفع من الجهة الخارجية مع بشار، ولكن القاهر يتصدر في هذه اللحظات، أما النسيم الرايف يتراجع، بشار يصل، ولكن القاهر يفارق، يباعد، يسيطر سيطرة جميلة مع أنس السيابي، بشار في ثاني المراكز، إلا أن القاهر والعزة في ثالث المراكز، جرنان يتواجد، ولكن القاهر يسجل الانتصار لحبيب بن احمد البلوشي، والقيادة لأنس.